معارك عنيفة متواصلة في مأرب. الجيش اليمني يقول إنه استرد مواقع عسكرية في جبهة البلق الشرقي جنوب المدينة وأسر عشرات الحوثيين. قصف عنيف متبادل بالأسلحة الثقيلة في مواقع متفرقة من مأرب، بينما يستمر الحوثيون في محاولة لاختراق سلسلة جبال البلق الاستراتيجية. تم بحمد الله وبفضله استعاد كثير من المواقع بمساندة إخواننا في التحالف العربي، وهناك خسائر كبيرة للعدو من آليات ومعدات وأفراد، كما تلاحظون هنا جثثهم بالشعاب والوديان. وفي جبهتي العمود وروضة جهم جنوبي مأرب، هجمات عنيفة للحوثيين صدتها القوات الحكومية وألحقت بهم خسائر كبيرة، وضربات التحالف الجوية تعيق تقدم الحوثيين نحو المدينة وتدمر عددا من آلياتهم الثقيلة. العدو يحاول بكل ما أوتيه من قوة وما يستطيع أن يدعمه الآخرون، إلا أنه يتكبد كل يوم خسائر فادحة سواء في الأرواح أو العتاد. والحمد لله رب العالمين، كانت هذه له مقبرة. وفي شبوة شرقي البلاد وصلت قوات عسكرية من ألوية العمالقة قادمة من الساحل الغربي لتحرير مديرية بيحان الخاضعة لسيطرة الحوثيين وفق مصادر حكومية. تحتدم المواجهات في هذه اللحظات خلف هذه الجبال بين قوات الجيش اليمني والحوثيين. التعزيزات متواصلة حتى هذه اللحظة، ضربات جوية تنهال على مواقع الحوثيين وتقصف تعزيزاتهم وتحصيناتهم كما رأينا قبل ذلك وشاهدنا. المواجهات تدور بشدة في هذه اللحظات. عمر المقرمي، العربي، من المواقع المتقدمة لجبهة أم ريش مأرب.